تعالوا بقى آه نقول ماذا حدث اليوم من قرارات للاتحاد الافريقي لكرة القدم اهم نقطتين من وجهة نظري آه الاول هم وجهوا الشكر للسيد رئيس عبد الفتاح السيسي بعد التوقيع على اتفاقية المقر وهتقعد عشر سنين كمان عشان وجع الدماغ والزيطة اللي آه بنسمعها آه دي كلها فخلاص موضوع المقر ده آه انتهى وده دور دولة برضو عشان تبقوا عارفين القصة ده دور دولة دولة بتكلف السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي خلص يا يعني معالي الوزير معالي الوزير تمام التمام بالأدوات اللي بيقدر يستخدمها وبصراحة الاتحاد الأفريقي لا هيلاقى مقر ولا بلد ولا مكان أجمل ولا أحلى من هنا يعني فالمكسب أصلا للاتحاد الأفريقي قبل ما يكون ليه مصر النهاردة قرارات أجلوا كاس الأمم الأفريقية لمدة سنة تقام 2022 بدل من 2021 في يناير حد هيقول لي طب ما عملوهاش في شهر ستة ليه؟ ستة في افريقيا مستحيل الجو نار فمن هنا ما ينفعش فانها تؤجل يتم تأجيلها لمدة سنة ماشي رحل كاس امم افريقيا المحليين خلاها في نفس الميعاد في 2021 في الكاميرا عشان يبقى فيه جديه لانها برضو كانت بطوله مؤجله ماشي اجل كاس الامم الافريقيه تحت 17 سنه لشهر يوليو هيلعبها في المغرب ركزوا بس معانا عشان ده مهم جدا اجلها لتأجيل تاجيل هتبقى شهر يوليو في المغرب ما الحقيقه ايه اللي حصل بالنسبه للتصفيات بتاعت المنتخب اللي بيدربه الكابتن ربيع ياسين لانه الغاء امم افريقيا للسيدات 2020 اقامه دوري ابطال افريقيا للسيدات فتح باب الترشح تنظيم بطوله الامم إفريقيا للشاطئيه بعد انسحاب اوغندا أه هتؤجل سنه بطولة افريقيا الشباب اه للشباب تحت 17 سنة هيتم وضع تصور نهائي لتصفياتها وتوقيتها من طرف اللجنة المنظمة ده آه لسه هيحطوا تصور آه نهائي. طيب خلينا آه وبعدين آه الاهم بقى بالنسبة لي هو إقامة نصف نهائي الكونفدرالية من مباراة واحدة في شهر سبتمبر المقبل ستقام في المغرب. ماشي خلاص الكونفدرالية يبقى بيراميدز هيروح يلاعب حريه آه كوناكري في المغرب واذا آه ربنا اكرمه ان شاء الله وصعد للنهائي هيلعب برضو النهائي في المغرب نيجي بقى على نصف نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والوداد والزمالك والرجاء الامر بقى يهمنا جد احمد احمد هتشوفوه دلوقتي واحنا عاملين ترجمه للثلاث دقايق ونص اللي قالهم اعلن انها في الكامر احمد احمد اعلن نصف النهائي والنهائي الاثنين في الكاميرا تمام وسئل يا عم يا باشا يا استاذ هل خدتوا موافقه الكاميرون قال اه خدنا موافقه كام مش هغلبكم تعالوا نتفرج على احمد احمد بيقول ايه في هذه النقطه وهيكون معانا برضو اتصال ان شاء الله من الكاميرون برضو بخصوص هذه النقطه عشان نضع النقاط فوق الحروف مباراه الاهلي والوداد هتتلعب فين مباراة الزمالك والرجاء هتتلعب فين المباراة النهائية هتتلعب فين نشوف أحمد أحمد ونرجع تاني دعوني أستغل تلك الفرصة لكي يقدم خالص شكري لرئيس الدولة المصرية سيد عبد الفتاح السيسي لقرار تمديد عقد استضافة مصر لمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم أكرر شكري مرة أخرى للدولة المصرية شكرا لكم ما يخص دوري الأبطال نحن اتخذنا إجراءً لانهائه في شهر سبتمبر المقبل واتخذنا قرارا وفيما يخص الكونفدراليه النهائي سيكون في المغرب المباراه النهائيه للكونفدراليه ستكون في المغرب وفي الوقت نفسه اتخذنا قرارا بان مباراتي نصف النهائي سوف تكون في نفس المكان في نفس البلد وذلك لتسهيل عمليه التنظيم اما فيما يخص دوري الابطال فستكون في استاد جاكوبا في دوالا بالكاميرون وايضا على نفس الطريقه سوف تكون مباراتي نصف النهائي مباراه واحده وسوف تكون في نفس المكان والنهائي ايضا سيكون في نفس المكان الانتخابات الخاصة الخاصة بالكاف قبل السبع, السبع عشر من مارس المقبل وهذا يعني أننا يجب أن نحترم فترة الأربع سنوات ثم يتم إجراء مسابقة أفريقيا للشباب تحت عشرين عاما هناك قرارات أخرى هامة تم اتخاذها هناك تأجيل كأس الأمم الأفريقية من يناير 2021 إلى 2022 كأس الأمم الأفريقية للنساء 2020 تم إلغائها وسوف تقام في 2021 وتم وسيكون هناك مسابقة جديدة هي دوري أبطال لكرة القدم النسائية المسابقة الشباب سوف يتم إجراءها في موريتانيا تحت عشرين عاما والتي سوف يخرج منها فريق ليمثل أفريقيا في كأس العالم هل تلقيتم رد واضح من السلطات الكاميرونية فيما يخص تأجيل كأس الأمم الأفريقية وسؤالي تحديدا عن الصعوبات المادية أشكركم كما قلت في البداية تتذكرون خلال خطبتي في بابا أنني لا أتخذ أي قرار دون رجوع على السلطات المعنية أتمنى أن وأعتقد أنني حتى الآن لم أفعل شيء مخالف وذهني وطريقتي في العمل لم تتغير أنا والإدارة التي تعمل معي والسكرتير العام دائما في رؤوسنا أننا نتحاور ونتشاور مع الجميع شركاءنا التجاريين والحكومات بالتأكيد قمنا بكل المشاورات مع اللجان المختصة قبل أن نتخذ أي قرار بالتأكيد تحاورنا مع الحكومة الكاميرونية قبل هذا القرار. الكاميروني والجانب الكاميروني موافق تماما على هذا القرار. طيب هي المشكلة انه بعد ما احمد احمد طلع قال انه الجانب الكاميروني موافق وان انا ما بقدرش اخد قرار الا بعد التعاون مع السلطات المختصة طلع البيان من غير تحديد المكان. فده اللي عمل شوية قلق يعني هل الكاميرون هو كان متحدد الفاينل هيتلعب هناك هل الكاميرون جاهزه تستقبل السيمي فاينل بالتاكيد جاهزه يعني لكن البيان لما طلع من غير تحديد اسم البلد هنا ده اللي عمل قلق شويه وهيتضح خلال الساعات القادمه الحقيقه انا اتكلمت مع الاخوه الافاضل في مجلس ابو ظبي للرياضه وهم نفوا جملة وتفصيلا ان هم اصلا تقدموا بطلب لاستقبال هذه المباريات خالص يعني جماعه بتوع صبي نفوا جمله وتفصيلا ان هذا الامر حدث يبقى خلاص انت بتتكلم في دوله افريقيه غالبا هي الكاميرون نصف النهائي ان لم يكن خلاص مؤكد الكاميرون نصف النهائي ونهائي دوري الابطال والمغرب نصف نهائي ونهائي دوري الكونفدراليه وان شاء الله تخلص على خير المهم البطوله دي تبقى مصريه والبطوله دي تبقى مصريه باذن الله في خبر مهم جدا مرة مرور الكرام على الجميع لكن بالنسبه لي لا ما يعديش عليا انا كده الراجل قال لك الانتخابات قبل 17 مارس يعني 12 مارس الانتخابات على رئاسه حضر افريقيا والحقيقه من الكلام الكويس اللي قاله قال لازم نكون محترمين في موعدنا لانه كان تردد انه هناك نيه لتاجيل هذه الانتخابات او ترحيلها قال لا هنعملها 12 مارس فين؟ في موريتانيا. ماشي؟ مكان الانتخابات يديلك مؤشر لمين اللي ممكن يحكم. اسمعوا كلامي وحللوه، اسمع كلامي وحللوه تلقاه بسيط من اوله. مكان اقامه الانتخابات يديلك مؤشر الانتخابات دي تمشي ازاي؟ فقال لك الانتخابات في موريتانيا هناك تكتل شمال افريقي موريتانيا جزاير تونس مغرب ليبيا قوي ده هيبقى تكتل هناك في موريتانيا لانه يتردد يتردد انه المهندس هنا بريده هيترشح على الرئاسه يتردد لحد دلوقتي ده كلام بيتقال يعني هل الوقت احنا في واحد يوليو الوقت يوليو اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر اه اه ديسمبر يناير فبراير 8 شهور دول محتاجين شغل من انتحار يعني مش هبقى فاضي ان انا الف على الانديه هنا في مصر عشان الانتخابات المحليه وانا عيني على الاتحاد الافريقي بالراحه كده بالعقل بس عشان الناس تحسبها كده بالعقل احسبوها معايا هل انا هركز في انتخابات الاتحاد الافريقي ولا انتخابات اتحاد مصري ما هو الجولات شغاله امبارح في مرسى مطروح او امبارح مع مجموعه من الانديه في احدى مدن مصر الجديده وهكذا فهل انا هشتغل على انتخابات الاتحاد الافريقي زي ما يتردد ان المهندس هنا بوريده حيترشح على رئاسه الاتحاد الافريقي ام ان نزول طرق بشماوي كما يتردد ايضا المرشح التونسي القوي وكونستانت كوماري آه الكنغولي القوي وايضا احمد احمد الرئيس الاتحاد الحالي ودول في الاخر هيجتمعوا مع بعض يتفقوا مع بعض هل الباكج بتاعنا اللي موجود هو هو بتاع زمان زمان انت كنت بتدخل بباكج معاك مثلا 20 صوت 15 صوت 30 صوت اي حاجه بتبدأ تبني عليه اللي عايز يخش انتخابات بيدخل على باكج معاه انا معايا 10 محتاج عشان انجح 40 هجيب من هنا وهجيب من هنا وهجيب من هنا خلاص خلصت الانتخابات والموضوع حل... في افريقيا زي مصر زي الفيفا الباكج بتاعك بتشغل عليه هل ده موجود عند البشمهندس هاني ده لازم آآ آآ يعني يبقى عامل حساباته بشكل كويس لان التلات اسماء اللي انا قلتها لا يستهان بيها تاني طارق بشماوي التونسي كونستان كومار الكونغولي واحمد احمد رئيس الاتحاد الحالي هل البشمهندس هاني ممكن ياخر خطوه يبقى مثلا نائب رئيس اتحاد افريقي في هذه الدوره ولا ممكن ما يدخلش خالص برضو كلها اسئله تبحث عن اجابات ويمكن مع ضيوفنا هنفتح هذا الملف على مصر عاي لكنه الانتخابات في 12 مارس القادم يعني انت عارف حضرتك بتغمض تفتح يكون جه 12 مارس اللي جاي هنشتغلها ازاي الناس هتتعاون انه يبقى رئيس اتحاد افريقيا من مصر ايا كان بقى لكنه بتبقى شرف كبير جدا ان يبقى, نق... إن يبقى رئيس الاتحاد الافريقي من مصر. نواب الرئيس كتير موجودين كتير يعني. من الحاجات اللي وجعتني قوي عشان اكون امين معاكم كل التحيه طبعا للاخوه الاعزاء في المغرب الشقيق وناس محترمين ولهم كل التقدير لكن انا بتكلم كمواطن مصري يعني. انه كان منصب سكرتير الاتحاد الافريقي كان عليه رحمه الله مراد فهمي ربنا يديله الصحه مصطفى مراد فهمي عليه رحمه الله ابنه عمرو مصطفى فهمي لما مصطفى مراد فهمي بقى ماسك المسابقات في الفيفا فجاء عمرو كان وجه واعد وبدا يعمل شغل كويس اختلف مع الاداره قدم استقالته او هما مشوه ايا كان يعني وفضل يجاهد الحياه لكنه المرض سبقه وهزمه وانتقل الى رحاب الله فجت فتره كده قبل عمرو كان جه هشام العمراني من المغرب وبعدين مشي وجي عمرو قلنا المنصب عاد الى مصر بحكم اننا دولة المقر يعني فكان موجود أه أه معاذ حجي ايضا من المغرب شقيق وهم على فكرة شاطرين واداريين محترمين وكل حاجة ما حدش يقدر يشكك فيهم ابدا يعني وبعدين أه أه معاذ حجي مشي كان عبد المنعم بابا اللي ماسك السكرتير دلوقتي كان ماسك مدير التسويق واستقال لكنه عين سكرتيرا النهارده تم تاكيده وجابوا كمان علي العساوي رئيسا لاداره التسويق في الاتحاد الافريقي واحنا للاسف ما بقناش وجود وده امر واجعني جدا يعني مع ان لدينا عضو بارز في المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي المهندس انا بريده فاحنا كان عندنا عدد كبير جدا من ساعه ما جه احمد احمد عشان كده انا واخد موقف منه عشان اكون واضح يعني من ساعه ما جه هو بيصفي العمالة المصرية داخل الاتحاد الافريقي صفى اكتر من 60 70 80 في المية منها يعني ليس لي اي يعني تحفظ على الاخوة الاعزاء من المغرب او من تونس او من اي دولة افريقية على رأسي من فوق بس انا منتمي لبلدي يعني ولما يكون عندي حد قوي داخل هذا المكان لازم يخدمني لازم يساعدني يعني ولا انا مش واخد بالي اعتقد ده كلام مهم يعني علينا ان احنا نركز في الانتخابات ويكون الاعلان واضح هل بالفعل هناك ترشح لرئاسه الاتحاد الافريقي ولا العمليه هتبقى صعبه؟ واذا كان هناك ترشح هيبقى دورنا احنا للمسانده عشان مواطن مصري شخصيه مصريه تتراس هذا الاتحاد تبقى عامله ازاي؟ الامور ماشيه ازاي؟ حساب الاصوات يبقى عامل ازاي؟ ده مهم لانه بقى في هنا خلي بال حضراتكم لو طارق بشماو داخل من تونس هتلاقي تونس وراه بشده. حد من الكونغو من مصر بالتاكيد لما مصر تدخل بشده يبقى ما ادراك ما مصر وما ثقل مصر في هذه الانتخابات دي كانت نقطه في غايه الاهميه كان لازم اقولها ليه حضراتكم بالمناسبه الاتحاد الافريقي خصص 300 ألف دولار لكل اتحاد ويا جماعه لما الفلوس بتتخصص ومحدش يزعل من صراحتي الواضحه جدا يعني لانه دي امور الاتحاد الافريقي 52 53 54 دوله فبتبقى القصه واضحه مصر متاثره الكاميرون متاثره آه, اثيوبيا متاثره الكونغو متاثره المغرب كل الدول الافريقيه فالناس كلها اعضاء مكتب تنفيذي فبيجوا يقعدوا يبصوا يشوفوا بتبقى اطروحات واضحه يعني مش محتاج واحد عيان داخلك عيان باين انه عيان باين انه مريض واحد في غرفه انعاش هتقول ده انا وصيت عليه ما حدش هنا وصى اللي ما يشوفش من غربال اعمى فالاتحاد الافريقي راح مدي 300 الف دولار لكل اتحاد زي ما الاتحاد الدولي قبلها بكام يوم راح مطلع مليون ونص لكل اتحاد واحكي لكم في دي شويه عشان ايه انا عارفها كويس قوي زي ما انا عارف ان انا بكلم حضراتكم كده يعني الاتحاد الدولي عمل ثلاث حاجات في غايه الاهميه الأولى إنه خصص مليار ونص للاتحادات على مستوى العالم مليون ونص مليون دولار تصرف فوراً، حضرتك خدها بقى منهم مليون دولار آآ آآ أنشطتك يعني حضرتك عايز تصرفها على المسحة الطبية، عايز تصرفها على التجهيزات الطبية، عايز تصرفها زي ما أنت عايز ونص مليون دولار على الكرة النسائية، بكل صراحة كده الكرة النسائية عندنا بعافية أوش وهحكي لكم ليه برضه، إذا جالي يعني إذا جت فرصة يعني، بعافية أوي أوي وبالعافية على ما عملنا منتخب للناشئات في الكرة النسائية، والدوري بعيد عنك ضعيف وشغلانة وحدوتة بس أهو، أدي احنا بنلصمه عشان ناخد الإيه؟ الفلوس من الاتحاد الدولي. الحاجة الثانية الاتحاد الدولي قال لك إيه؟ أنا يا حبيبي ليك عندي خمسة مليون دولار. انت بتاخد مستحقات مثلا من هنا للسنه الجايه. لا انا ممكن ادي لك خلال شهر شهرين لو انت عايز قدم طلب هديها لك من مستحقاتك المستقبليه لو انت عندك ازمه. وبالتاكيد كل الاتحادات هتجري وتطلب لانه محتاجه فلوس يعني. الحاجه الثالثه قال لك في شهر سبتمبر القادم ممكن ارجع لك ادي لك كمان مليون دولار ولا حاجه باذن الله. فدي بتبقى رؤيه ما بيطلعش ايه واحد كده بيطلعش انفنتينو يقول لك انا قررت لانه الاتحاد السويسري اللي انا بنتمي ليه في ازمه لا ده في لجنه اتعملت كان بقى شهرين وشويه بتجتمع عملت دراسات ورفعت هذه الدراسات في الاخر للناس نرى كذا 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 فالناس يقولك موافقون توكلنا على الله لا احد له المنه ولا الفضل ابدا في هذا الامر عشان بس تبقى الامور واضحه بالنسبه لحضراتكم جميعا آه ناس بتجتهد وناس بتحاول وناس تقول كلمتين كويسين بتاع الكونغو يقول كلمتين كويسين بتاع تنزانيا يقول كلمتين كويسين بتاع السودان يقول كلمتين كويسين بتاع مصر يقول كلمتين كويسين ده طبيعي بس هو بيبقى طيار واضح لمساعده الانديه والاتحادات اتمنى ان احنا نستفيد من هذا الامر بشكل جيد